bon, de toute façon, félicitations à Louided. Louided avait besoin de cette victoire. Alors, tu as bien Majed, après, malheureusement, un match l'Echto qui va quand même Simba qui n'était pas satisfaisant. Alhamdoulilah, on a au Lyon. On considère que c'est un bon départ. C'est un grand virage lié à Louided parce qu'il y a un Dawah 7 mobiles chez Lyon. Donc la victoire Lyon était importante et alhamdoulilah, ils étaient là. شوف الوداد عند الوداد عندها موليها اليوم خليهم موليها يسيروها اليوم كاين ان فيراج موليين الوداد اليوم يفون جيري الوداد حنا غنتعاونوا معاهم وغادي يديروا خدمتهم ان شاء الله اي بون الوداد فا تونيغ اون اسامبلي بروشينمون انا مازال ماشي دابا اليوم كنقول لك دابا اليوم بعد انا ماشي منخرط في الوداد الوداد اليوم علاش بغيتي تحيد الرئيس ديال الوداد مازال باقي بون ايلي دون لا كاباسيتي ديكزارسي سي فونكسيون راه لي ستاتيو ديال الشركه سون كلير il y a un comité pas un comité un conseil d'administration واحد المجلس اداري اللي كاين في النظام الاساسي ديال الوداد اللي كيقول لك بينما في حاله تعثر ديال الرئيس باش يقدر يدير يمارس المهام ديالو المكتب ديال المجلس الاداري ديال الشركه كيجي كيجتمع وكيديزيني واحد من ديزادمينستراتور من المسيرين اللي كيمارس المهام ديال الرئيس على ما يكون جمع عام ديال الشركه اللي كيديزيني الرئيس جديد مانو يمكن غادي يديروا جمعه ديال النادي قبل باش يشوفوا الممثلين في الشركه وغادي ديك الساعه غادي تكون لي زورغان دو جيستيون ديال الوداد كليغ انا جو سوي تري 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 اوبتيميست وان شاء الله غادي تنهلو هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه ام دي جي اس نربحوا الرياضه